غينا دي حملم في لقاء تبقى فيه الغايات متفاوتة الدرجة. الترجي الرياضي للاختراب اكثر من طليعة الترتيب نادي حملنف على امل الاحداث المفاجئة. جديد الفريقين شكيب لاشخم في اول مصافحة لجمهور الترجي ضمن 18 لاعب. وسيم نعمان اسم جديد ينضم لفريق الضاحية الجنوبية. شكون يربح اليوم؟ لابخيد يربح. اللقاء ينطلق سريع من جهتين، نادي حملنف وفيه لعب الكرات القصيرة مع الضغط على حمل الكرة، والترجي يبحث على التهديف من البداية. أحمد الحامي يحاول من بعيد، العربي الناجري بصعوبة يرجع الكرة، أوبينان ونيري يوزع، وأمين الطيف في دين حارس مرمى نادي حملنف. زوز محاولات أجاب عليها أنيس بن شويخة بتمريرة ذكية لأحمد حران، التسديد وحمدي القصراوي للركنية. أبرز فرصة إلى حد الدقيقة 26 للترجي، كمال أزعيم إمهد لعلي زيتوني يتقدم وكورته على القائم. وإذا الكرات الثابتة ما أحسنش استغلالها رمزي التوجاني من جانب نادي حملنف في زوز مناسبات، فإنها مثلت نقطة قوة الترجي مرة أخرى. وأمين الطيف على اسم مخالفة نفذها مراد المالكي يتمكن من الوصول للشباك وإمضاء الهدف الأول في اللقاء وإنهاء 45 دقيقة الأولى على نتيجة هدف مقابل صفر للترجي. بداية الشوط الثاني كانت قوية للترجي، واحد اثنين بين كمال زعيم ونعيم بربك، أمين الطيف قريب من إضافة هدف ثاني. الترجي ديما في الهجوم، كرة مصدرها المالكي مرة أخرى على زيتوني بالراس، العربي الناجري من نجم كان يتابع الكرة في شباك. أربع دقائق بعدها الترجي يتحصل على المخالفة، كمال زعيم المرة هذه في التنفيذ، في القائم الثاني المعين الشعباني بدوره الأمين الطيف، والبقية أهداف ثالث للترجي وثاني الهداف بطولة الموسم الفارق. بعد الهدف الثالث شكيب لاشخم يعوض كمال الزعيم وكاد يكون على موعد مع الشباك. نادي حملنف يحاول من جيته تدليل الفارق، وبعد كرة محاذية للمرمى من انيس بن شويخة يتمكن اسلم سيسي من مغالطة الحارس حمدي القصراوي. النتيجة تصبح 3 اهداف مقابل هدف. الترجي يعود للهجوم وامين الطيف يضيع امكانيه اضافه هدف رابع. ونهايه اللقاء على انتصاره الخامس للترجي اللي يبقى الفريق الوحيد دون هزيمه ضمن كل فرق الرابطه الاولى والثانيه والثالثه. خاسرين لعبنا هجوم بطبيعه الحال، ثم تغيير المراكز اللي خلانا ما نجموش نرجع في المقابله. كره الثابته هذه ما قريتليش حسابها. والله بكل صراحة الترجي قوية في الكرة الثابتة، قرينا الحسابة ولكن ما تعرف في أخطاء طبيعة الحال الناس كلها تتحملها والناس كل واحد وإحنا كلنا متحملينها. Oui, on a marqué sur Balarité, mais je pense qu'il y a eu aussi des occasions de jeu dans le jeu. سجلنا أبو 6 كرات ثابتة صحيح، لكن فما فرص أخرى ضد الفريق قلقنا على امتداد 30 دقيقة، وهذا ما خلانا نستنجد بكامل إمكانياتنا للخروج بالانتصار هذا. Pas mis en difficulté, mais on a dû puiser un petit peu dans nos réserves pour aller chercher cette victoire.